هذا المنتخب التونسي الأول إصابة مهاجم سيف الدين الجزيري قبل أيام في خضم مباراة غينيا استوائية ضمن تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. تعرض سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إلى الإصابة العضلية خلال تواجده في معسكر النصر استعدادا لاستئناف التصفيات المونديالية 2026. وخضع المنتصر مدير فني للمنتخب التونسي استدعاء هيثم لاعب ملعب تونس بدلا من الجزائري المصاب. يستضيف المنتخب التونسي غينيا استوائية يوم 5 يوليو حزايا نيجيري على ملعب راديس قبل أن يتوجه إلى جنوب إفريقيا لملاقاة ناميبيا. ويتصدر المنتخب التونسي جدول الترتيب المجموعة الثامنة برأس 6 نقاط في مباراتين متساويتين مع ناميبيا، بينما يتواجد المنتخب الغيني مركز السادس بزيرو نقطة. هذا هو نهاية التدريب. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.